يا رب يا رب ربنا معاك يا يحيى وترجع بالدواء بسرعة. كنت هروح بلاش يا يحيى. انت رحت خلاص يا سينو؟ ايه؟ كنت وقف السهم ولا اعمل اي حركة كده بدل ما تجرينا كلنا وراك يا سينو؟ انا كان ممكن اعمل كده فعلا، بس كنت خايف لضيوفك الغرب اللي معاك يخافوا مني. ايوه ايوه، شكلي انا اللي نسيت. نونيا بس اللي تقدر تعمل الحاجات دي. يحيى يحيى ارجوك كفاية لغاية كده. طب ما تزعلش، كملي بقى ايه حكاية نبوءة الملك بسماتيك الاول. ايوه هقولك. الملك بسماتيك الاول هو مؤسس الاسرة 26، واللي تعتبر امتداد للاسرة 24. والد الملك بسماتيك الأول هو الحاكم نيخاو الأول، حاكم منطقة سايس. في عهده حكم ملك الكوشيين تهرقا على مصر وسيطروا على الجنوب كله، وحب ملك الكوشيين ينهي الحرب بطريقة دبلوماسية زي ما بتقولوا، فجوز بنته الكوشية من نيخاو المصري وأنجبوا الملك بسماتيك الأول. وبعدها اتقتل نيخاو غدر على ايد الكوشيين، وبسماتيك ساب الجنوب وراح الدلتا في شمال مصر واللي كان الاشوريين بيحكموها في نفس الوقت، وعينوا ملك الاشوريين هو و11 امير تانيين على مقاطعات في الدلتا، وال11 امير ومعاهم بسماتيك سمعوا عن نبوءة انهم هيتجمعوا ويشربوا من كؤوس من ذهب، إلا واحد منهم هيشرب من كأس من نحاس، والأمير ده هو اللي هيحكم مصر ويوحد أرضها ويطردهم من بلاده. وفعلا النبوءة اتحققت وطردوا بسماتيك من مصر وعاش في بلاد الشام والإغريق لغاية ما قرر يكون جيش ويجي يرجع حكمه ويوحد أرضه. وزي ما انت شايف يا يحيى، هي دي البداية. بسماتيك الأول حرر الدلتا وطرد الأمراء وقرب من تحقيق باقي النبوءة. ياه، دي فترة صعبة جدا في تاريخ مصر. ده حقيقي يا يحيى، لكن الملك بسماتيك الأول قدر يرجع لمصر هويتها وثقافتها اللي الكوشيين والأشوريين حاولوا يسرقوها ويمحوها من وجدان المصريين. بقولك يا سينو، احنا مش غرب، ما تحكي قدامنا عادي. اسكت ليه؟ سيبه براحته وهو حر، لو قرر يعمل اي حركة مجنونة هو عارف مين اللي هيدفع التمن. ست الحبايب يا حبيبة حبيبة. يوه بس بقى اسكتوا، خلينا نشوف هنعمل ايه. هنعمل اللي قلنا عليه يا حلوة، وبعدها نرجع زماننا. اللي قلنا عليه مش هيحصل دلوقتي، احنا لسه في اول الحكاية. بسماتيك الاول اخر ملوك كمة العظام. ايوه كده يا بروفيسور، اخيرا استوعبتي اللي احنا فيه. طب والحل ايه يعني؟ خلينا نخلص يا يحيى، عندنا اقساط مدارس يا ابني. الحل اننا نستنى لما الملك يوحد الجنوب والشمال. يوه لسه هنستنى؟ جرى ايه يا عم يحيى؟ ما تخلصنا، نططنا كام سنه كده وخلينا نخلص. ايه ده، هو بيعرف ينططنا؟ امال ده قرد مسلسل. طب ما تنططنا يا يحيى. اهم حاجه بلاش اي مفاجآت، لان كتفي خلاص تعب من كتر شيل بروفيسور جميله. لا ما تخافيش، ابتديت استوعب. يا استاذ فضولي، بقولك ايه، خليهم هم في حكايتهم واحنا نسلك نفسنا لحد ما الملك بسماتي الاول ده يدخل طيبه، ايه رايك؟ بسماتي؟ بسماتي ده ايه؟ طب شوف لنا فرخه بسلطاتها بقى معاه. فرخه؟ انت جعت ولا ايه؟ وبالفعل أيها الحاكم، قدر بسماتيك الأول يقضي على الأشوريين والأمراء الإقطاعيين بمنتهى السهولة وحرر الدلتا كلها منهم. والخوف الحقيقي دلوقتي إنه يهجم علينا ويضم الجنوب لحكمه. هتصدقني لو قلتلك إنه حقه؟ حقه؟ حقه إزاي أيها الحاكم من تمحات؟ العصاية دي لو اتكسرت حتتين
هينفع أسند عليها؟ ها؟ آه... مصر هي كمان ما ينفعش جنوبها يعيش من غير شمالها، والزمن أثبت ده من أكتر من 2000 سنة. بس إحنا اللي بننسى. يعني إحنا هنسيبه يسيطر علينا وعلى الجنوب كله؟ نسيبه يسيطر على الجنوب وإحنا فيه، ولا يطردنا ويجرينا قدامه زي ما عمل مع الأشوريين؟